والقتل فيه مبدا برضه. طبعا شغلانتنا دي كلها مبادئ، بنريح ناس علشان ناس تانية ترتاح والاتنين يرتاحوا من بعض، يعني من الاخر فض اشتباك. تقدر تقول لي بقى الطفل الصغير دوت ممكن يكون عامل ازعاج لمين؟ يا عم ريح ضميرك، الواد ده لازم يموت، وموت الواد ده فيها راحة ناس كتير قوي وانا اولهم، ولازم الملف ده يتقفل وبسرعه علشان لو اتفتح تاني هيروح فيها ناس كتير قوي. شوف لك حد تاني. زين ما تنساش انك هربان من حكمين اعدام، واحنا اللي مزورين بطاقتك الشخصيه الجديده اللي ماشي بيها قدام الناس. كل عيش احسن لك، وسيب الناس تسترزق من وراك. فهمت، بس تحديدك ده مش هيعدي بالساهل يا جمال. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.